جاءت عبارة شيخ الإسلام رحمه الله عبارة واضحة، ولذا يقول أن للمعطلة والقدرية أن يتوكلوا على الله. يقول إذا كانوا ينفون عن الله أسماءه وصفاته، فعلى من يتوكلون؟ يتوكلون على عدم الذي يتوكل عليه من؟ ومن له الصفات العلى. وإذا لما ذكر في آخر سورة الشعراء قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، لما ذكر التوكل في سورة الفرقان وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت.